بهذا الشكل المهيب يتفوق هذا البناء الضخم الذي يعد تحفة فنية على كامل المدينة المحيطة به. ملعب سنغافورة الوطني هو حقاً بناء مذهل. إنه ببساطة بناء فريد من نوعه. تلك الوسائد البلاستيكية الجميلة في قمته التي تضيء. يعد هذا الملعب الرياضي الحاصل على عدد من الجوائز رمزاً مشرقاً ومفخرة وطنية في سنغافورة. وأكثر من ذلك، فقد بني بطريقة لا مثيل لها من قبل. إنها أكبر قبة بلا ركائز في العالم. كيف بنيت هذه القبة بهذا الحجم الهائل؟ إنها أعجوبة حقيقية في الهندسة الإنشائية. عند افتتاحها عام 2014 أقيمت احتفالية رائعة إعلاناً عن نهاية معركة ضارية ضد قوانين الطبيعة والفيزياء والطقس. وحتى الأرض التي بني عليها هذا الملعب كانت أيضاً من العقبات الرهيبة التي كادت أن تهزم المصممين. من الواضح أنه مشروع كبير رافقته تحديات كبيرة طوال فترة تصميمه وبنائه. السبيل الوحيد لنعرف كيف ربح المعماريون والمهندسون في المعركة لتحويل الملعب إلى تحفة فنية حقيقية ناجحة هو أن نفككه إلى أجزاء ونكشف الأسرار الهندسية التي في داخله. ملعب سنغافورة الوطني المستقبلي هو الجزء الرئيسي ضمن مجمع رياضي ضخم بلغت تكلفته ملياراً وثلاثمائة مليون دولار. بدأ الحلم في بداية الألفية، وكان الهدف إعطاء المدينة صورة عصرية ومتقدمة من خلال ملعب يمكن أن يستضيف فعاليات عالمية هامة. في بداية عام 2000 كانت سنغافورة تسعى بجد لتطوير نفسها، فهي دولة حديثة وكذلك تريد أن تكون متميزة بين دول الجوار في هذا الجزء من العالم. قد تكون صغيرة، إلا أن الأحلام والتطلعات المعقودة على سنغافورة كبيرة وجريئة جداً. اليوم يقف الملعب شاهداً على تلك الطموحات الكبيرة. الملعب الوطني هو أكبر قبة بلا ركائز في العالم، وتمتد لمسافة تفوق 300 متر، وعدد التخصصات الهندسية التي شاركت ببنائها أكثر من أي مشروع قمت به سابقاً في حياتي. تصميم مكان يوفر تجربة رائعة لعشرات الآلاف من الأشخاص في وقت واحد هو أمر مختلف عن أي تحد هندسي آخر. بالنسبة إلى المعماريين، يمكن أن يكون الملعب المشروع الذي يتيح أكبر فرصة للإبداع. تنفيذ الملعب أمر فائق الصعوبة، فتصميمه يتطلب استثماراً كبيراً في المجال التقني، وعليك أن توفر الظروف الجيولوجية المناسبة والبنية التحتية الصحيحة لتدعيم البناء خلال فترة التشييد وما بعدها. كل هذه المباني فريدة من نوعها، فأنت لا تشيد بناءً من سلسلة أبنية متشابهة. كل بناء هو تجربة فريدة تحكمها قيود خاصة ومجموعة أسباب تفرض اختيار نوع مختلف من التصاميم. العقبات التي يجب تخطيها يمكن أن تكون أي شيء، من تنقل الجماهير إلى اختيار مواد البناء. بالنسبة إلى ملعب سنغافورة الوطني، فهناك موضوع واحد لا يمكن تجاوزه. نحن نعيش في المنطقة الاستوائية، حيث لا يهطل المطر بشكل عادي بل ينسكب بغزارة كبيرة. في عام 1970 تم بناء أول ملعب وطني في الموقع ذاته، لكنه كان مكشوفاً وغير صالح أبداً لمواجهة العوامل الطبيعية. منذ بداية التخطيط للملعب الجديد تم التركيز على استخدام سقف للحماية من العوامل الجوية. تمكن المعماريون من تقديم حل واحد فقط، لقد كان عبقرياً ويمكن أن يحمل مجازفة هائلة ومغامرة مخيفة لأنه لم يستخدم على هذا النطاق من قبل. هناك مقدار كبير من الضغط ويلازمك الشعور أن هذا الحل إن لم يجدي فليس هناك بديل. بناء سقف صلب ومدروس من الناحية الإنشائية يغطي الملعب هو إنجاز هندسي وإنشائي متميز. بدايةً فإن مساحة سقف الملعب كبيرة جداً، وهذا يعني الكثير من الوزن، وقد انهار سابقاً عدد من سقوف الملاعب.
عليك التفكير بالعقبات التي تواجهها حين تفكر في كيفية وضع سقف للملعب. في الملاعب التقليدية كان يتم استخدام الأعمدة. الأعمدة فعالة جداً لتدعيم الأسقف المسطحة، لكن استخدام أي نظام أعمدة داخل الملعب له عيب جوهري. في ملعب رياضي كبير تكون نقطة الانطلاق بالنسبة للمصمم هي مجال رؤية المشاهد، حيث ينبغي أن يكون قادراً على رؤية كل شيء. لا يجوز أن يحجب عمود الرؤية عن الجمهور الجالس خلفه. ما الحل لذلك؟ في ملعب سنغافورة الجديد تم استبعاد أي تصميم يحوي أعمدة، ولكن ما زال وجود السقف شرطاً أساسياً ويجب أن يكون مدعماً بطريقة ما. تعمق المعماريون في التاريخ بحثاً عن أفكار. بالعودة إلى الجسور الرومانية وما شابه ذلك، لطالما كان القوس حلاً جيداً لمقاومة حمولة الجاذبية المنتظمة، لهذا كانت الأقواس خياراً جيداً في الجسور، وكانت هناك أقواس طبيعية تتشكل في الصخر. إن فكرت بالقوس فإن لديك هذا الهيكل المنحني، وحين تضع وزناً منتظماً على قمة القوس فإن القوس يوزع كل تلك الحمولة إلى الأسفل، لكنه يبقي الهيكل بأكمله في حالة انضغاط، هذا يعني أنه ينضغط على بعضه. إن أخذت قوساً وواصلت تدويره فستحصل على قبة. هذا ليس فعالاً فقط لمقاومة الحمولة المنتظمة باتجاه الأسفل لأنه نظام ثلاثي الأبعاد، في الواقع فإنه يقوم كثيراً الانحناء وتغير الشكل. اختار المعماريون شكل القبة للسقف، لكنهم طوروا الفكرة وخططوا لجعل كامل الهيكل متضمناً في القبة. في أي بناء يكون الحجم مهم. أحياناً حين تنفذ شيئاً عادياً قد تتقن تنفيذه، ولكن إن كان بحجم أكبر فستواجه صعوبات. لكن ماذا عن مشكلة الوزن التي يطرحها بالتأكيد استخدام سقف بهذا الحجم؟ أول سر من أسرار الملعب يكمن أسفل هذا الغطاء الخارجي. ليس هناك جدران داعمة، البناء بأكمله هو فقط سقف. إنه عبارة عن قبة خفيفة الوزن مستندة إلى عدد من الأقواس المعدنية الضخمة. تمتد 6 دعامات معدنية من جانب إلى آخر، وبزاوية 90 درجة تستند عليها دعائم عرضية ضخمة، وجميعها معاً تحمل السقف. الدعامات ذات البنية الشبكية هي الهيكل المفضل للمهندسين لأن فيها مثلثات، والمثلثات أشكال ثابتة جداً ولا يتغير شكلها. لذا إن تخيلت أن عندك شكل مستطيل ووضعت قوى مختلفة عليه فمن الممكن أن يتحول إلى شكل ألماسة، لكن المثلثات لا تفعل. هناك أكثر من 11,000 طن من الفولاذ في هذا الهيكل الضخم، لكن في عام 2008 حين كان فريق التصميم ما زال يرسم المخططات ازدادت حدة الانهيار المالي في العالم، وارتفعت أسعار الفولاذ حتى بلغت قيمة غير مسبوقة. حين بدأنا بوضع التصاميم كان لدينا تقريباً ضعف كمية الفولاذ الموجودة في السقف. بعدها وحين ارتفعت أسعار الفولاذ كان ذلك دافعاً لنا للتفكير في استخدامه بشكل اقتصادي أكثر. حتى لا يتجاوز المشروع الميزانية بكثير، يحتاج الفريق وبشكل عاجل إلى مراجعة التصاميم. كان التركيز في التصاميم على تقليل الوزن في كافة أنحاء هيكل تلك القبة للحصول على أفضل هيكل صدفي الشكل يكون أكثر فعالية. كان ينبغي أن يكون كل شيء خفيفاً لجعل الكلفة مقبولة. لقد ابتكروا برنامجاً حاسوبياً يمكنه أن يحسب تقليل كمية الفولاذ بحيث تظل متوافقة مع المتطلبات الإنشائية. قمنا بتطوير برنامج حاسوبي تخصصي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من كل عنصر داخل في هيكل السقف، سواء كان ذلك سماكة الفولاذ أو قطر الأنبوب. لقد تم تسخير كل شيء لجعل الهيكل أخف وزناً. قبل 20 أو 30 عاماً لم يكن بإمكاننا فعل ذلك. كان ذلك سيتطلب سنوات لوضع التصاميم التي وضعناها هنا في أشهر. والنتيجة هي قبة حطمت الأرقام القياسية العالمية، وهي ذات حجم كبير إلى درجة أن دار أوبرا سيدني يمكن أن تتسع داخلها.
جميع الدعائم مجوفة، إنها أنابيب مجوفة، وبذلك أمكن جعلها قليلة السماكة وخفيفة قدر المستطاع. من الأعلى هنا وبالنظر إليها من زوايا مختلفة، كل شيء يبدو على ما يرام وفي حالة توازن، فكل شيء له وظيفة. تقليل كمية الفولاذ كانت فكرة ذكية لتجنب الخروج عن الميزانية قبل البدء بأعمال البناء. إن أخذت كل الفولاذ الذي في السقف وقمت بصهره ومده على أرضية البناء، فستحصل على سماكة لا تتجاوز 15 مليمتراً من الفولاذ. الهيكل تحت القبة يبدو خفيفاً وأنيقاً ورقيقاً، لذا أعتقد أنه أعجوبة حقيقية في الهندسة الإنشائية. تم إنجاز أحد التحديات، لكن تصميم السقف هو البداية فقط، فجعله يتحمل الوزن هو أمر، أما تثبيته على الأرض فهو أمر آخر. حين تم بناء ملعب سنغافورة الوطني ذي التقنية العالية، واجه فريق البناء سلسلة من المشكلات، حيث كانت التضاريس المحلية غير مناسبة أبداً لإقامة بناء كبير وثقيل الوزن، لأنها أرض مستصلحة. لدينا هنا أسفل العشب والطبقة السطحية من التربة ما نسميه الطين البحري، والطين البحري يشبه المعجون الذي يلعب به الأطفال، وهو غير صالح ليحمل بناءً فوقه. إن كنت تبني على صخر، فإن الصخر هو من سيتحمل الضغط الناتج عن ثقل القبة، لكننا لا نملك هذه الميزة. طبيعة الأرض السيئة تهدد المشروع بأكمله، لكن كان هناك حل ذكي موجود أمامهم. بدأنا بهدم الملعب القديم هنا في نهاية عام 2010. وبعد هدم الملعب القديم، تم استخدام كل الخرسانة كقاعدة أو في بعض الأجزاء التي تشكل الأرضية، وأصبح ذلك الحطام قاعدة صلبة جداً من الخرسانة. تم بناء ملعب سنغافورة فوق ما يسمى أساس الحصيرة، وتلك فرشة كبيرة من الخرسانة تمتد على الأرض. لسوء الحظ، فإن أساس الحصيرة وحده ليس كافياً، فوزن القبة يخلق قوة دفع باتجاه الخارج كما إلى الأسفل، ويمكن أن تنهار فتصبح مثل فطيرة ضخمة ما لم يكن هناك شيء لتثبيتها. مرة أخرى يستعين المهندسون بأفكار الخبراء في التاريخ بحثاً عن الحلول. في القباب المشيدة قديماً مثل قبة كاتدرائية فلورنسا أو سان بول، تم استخدام سلسلة من المعادن حول الأطراف، لذا حين يهبط ثقل القبة ويحاول أن يندفع للخارج فإنه يواجه مقاومة. اقتبس المهندسون المفهوم المتبع في عصر النهضة وابتكروا ما يسمى الجائز الحلقي، وبدلاً من استخدام سلسلة فوق الأرض فقد دفنوها في الأساسات. في ملعب سنغافورة القبة مثبتة عند الحافة بقطع فولاذية متصلة مع بعضها، وتشكل ما يشبه السلسلة لتمنع القبة من الاندفاع للخارج. إنها تعتمد على أنها بنية واحدة كاملة ومتصلة بلا انقطاع. في هذه اللحظة أنا أقف على الجائز الحلقي، ويحتوي على 14 قناة من الأسلاك الفولاذية القوية، والقوة التي نضعها على هذه الأسلاك بعد أن ضغطناها مسبقاً تبلغ حوالي 4000 طن، وهذا مقدار كبير من القوة. يشبه الجائز الحلقي رباطاً مطاطياً كبيراً وقوياً للغاية، يقوم بسحبها للداخل بحيث لا تتباعد تلك الدعائم. الأمر الأهم هو المكان الذي تلتقي فيه الدعائم الضخمة بالجائز الحلقي. خطأ واحد هنا قد يؤدي إلى أن تندفع الدعائم نحو الخارج. هذا أحد أكثر الأجزاء تعقيداً في مشروع البناء، ونسميها حواجز الدفع. فالسقف كله يزن 9000 طن من الفولاذ، وحوالي 15000 طن كوزن كلي، يستند على 20 دعامة فقط، لذا يمكن تخيل صعوبة الدور الذي تقوم به الدعامة. يحمل ثقل البناء بأكمله على حواجز الدفع الضخمة تلك، والوسيلة الوحيدة لفهم كيفية تشابكها مع الجائز الحلقي هي النظر داخل إحداها. السر مدفون داخل كتلة خرسانية ضخمة.
يوجد 175 قضيباً معدنياً يطلق عليها اسم مفاتيح القص، وهي مغروزة في قلب الجائز الحلقي، طولها وقطرها يحسب بدقة لتثبت الدعامة بشكل موثوق. إنزال هذا لوضع 175 مفتاح قص داخل تلك الدعامة كان أحد أكثر الأشياء صعوبة في العمل بأكمله. تبدأ الصعوبة الحقيقية في المرحلة التالية من المشروع. الملعب مغطى بالعشب الحي، وهذا يؤدي إلى مشكلة هندسية معقدة أخرى، حيث يجب أن يكون السقف الضخم قابلاً للفتح والإغلاق. فرض تحريك السقف علينا تحديات، حيث يتم ذلك عادة بسقف مسطح وتتم حركة الفتح والإغلاق بشكل مستقيم، لكن تنفيذ هذا على شكل كروي خلق بعض التحديات الحقيقية. يغطي كل من الأجزاء المتحركة أكثر من 9000 مترا مربعاً، ولأنها منحنية فجعلها تتحرك هو بمثابة كابوس من الناحية الميكانيكية. يزن السقف القابل للحركة نحو 1000 طن لكل صفيحة، وهناك صفيحتان قابلتان للفتح والإغلاق، لذا يجب أن يكون السقف قوياً وبالغ الثبات. كانت فكرة التصميم أن تسير الصفائح المتحركة على سكك، لكن كانت هناك مشكلة، فإن حدث تمدد أو تقلص في الأجزاء المعدنية ستعلق الألواح، لذا فهي يجب ألا تكون قاسية جداً. تعلمنا سابقاً أن السقف يجب أن يكون ثابتاً وقاسياً للغاية، ولكن هذا لا ينطبق على الأسقف القابلة للسحب والتي يمكن أن تنثني وتتحرك. الحل الذي توصل إليه المهندسون كان استخدام نظام رفع عالي الفعالية، وذلك بتثبيت الرافعات على السقف القابل للسحب لتقليل كمية الأسلاك المطلوبة. حين نقوم بتشغيلها فإنها تسحب السقف إلى الأعلى كي يغلق، وحين نخفض السقف فإن غالبية العمل يتم بوساطة الجاذبية الأرضية. ألواح السقف محمولة على قضبان مثبتة على الدعامات المقوسة. تعمل الرافعات القوية عند قاعدة كل لوح على رفعه لإغلاق السقف، وتتحمل الأسلاك الضغط حين فتحها. وهنا يكمن الذكاء. تراقب الحساسات بشكل دقيق مكان الألواح، وتمنعها من الانحراف لأكثر من 4 سنتيمترات. ولتقليل الاحتكاك، تمت الاستعانة في النظام بأقل عدد ممكن من العجلات. إن قللنا عدد نقاط الارتكاز أو مراكز التحريك، سنتمكن حينها أيضاً من تقليل احتمالية الانضغاط والانحراف. هذا الشريط الذي يبدو فضياً يشبه الشفرة التعريفية أو الباركود، ويقرأ حساس الموقع كل هذه الشرائط الفضية ليرسل معلومات لغرفة التحكم، حيث يوجد نظام التحكم بمكان السقف بشكل لحظي، وتتم مراقبة هذا الأمر بشكل دقيق. وأحد الأمور الطريفة هو أنه حساس جداً، إلى درجة أن قطرة من الماء يمكن أن تتسبب بتوقف النظام بأكمله. السقف القابل للسحب سمة أساسية في الملعب، وبشكل مذهل يمكن أن يفتح ويغلق في 20 دقيقة فقط، والفضل يعود بشكل كبير إلى الوسائد خفيفة الوزن القابلة للنفخ والمصنوعة من البلاستيك والتي صنع منها السقف. يتم التحكم بكل حركات السقف من غرفة التحكم المركزية هنا. لقد أجرينا اختباراتنا الأخيرة والتحكم جاهز، وسنضغط الزر.
عند تحريك هيكل ضخم كهذا، من الأفضل أن تكون العناصر بأخف وزن ممكن. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تحدبه ضرورياً هو السماح للماء بالنزول. لو كان مسطحاً أو مقعراً، فمن الممكن أن يتجمع الماء فوقه. خرج اليوم فريق الصيانة ومعهم طائرة مسيرة. إننا نطير فوق الملعب لأننا نذهب إلى أماكن يصعب على فني التحكم عن بعد الوصول إليها. من هناك يمكننا أن نتفحص الغلاف الخارجي بالكامل، أي القبة الخارجية للملعب. إن كنت في المناطق المدارية أو الاستوائية كما نحن هنا في سنغافورة وكنت على الساحل، فهناك أملاح ورطوبة في الهواء والجو حار، ولذلك تصدأ الأشياء بسرعة كبيرة. الاستعانة بالطائرة المسيرة تمكننا من الصعود إلى هناك وتفحص الأشياء لنرى إن كان هناك صدأ غير طبيعي على السقف، أو أن هناك أي ألواح مائلة، أو أن هناك أي جزء خارج مكانه. في بعض الأحيان نستعين بالطائرة لمراقبة الأرضية، وذلك لنرى حالة العشب في أماكن محددة من الملعب. تعد مراقبة العشب أمراً هاماً في أي ملعب يستضيف فعاليات أو بطولات عالمية لألعاب كرة قدم أو الركبي أو الكريكت، لكن بالنسبة إلى ملعب سنغافورة فالأمر مهم بشكل خاص، لأنه وبعد زراعة العشب بفترة قصيرة حدثت مشكلة. لسوء الحظ لم يكن الضوء الداخل إلى الملعب كافياً، ولذلك جف العشب ومات. ملعب سنغافورة الوطني هو واحد من أكثر الملاعب الرياضية تطوراً في العالم، لكن حين تم افتتاحه واجه مشاكل حقيقية تخص عنصراً هاماً هو العشب. في أي مدينة رياضية يكون الملعب هو العنصر الأهم، لأن كل فعاليات كرة القدم والركبي وغيرها من النشاطات تقام هنا، ويحضرها نحو 50,000 متابع، لذا يمكن القول إن الملعب هو العنصر الأهم. أحد أعظم التحديات في بناء ملعب كهذا هو وجود عنصر حي في وسطه. هذا المرجو الضخم يجب أن يبقى في حالة ممتازة من أجل الأحداث الرياضية الدولية، لأننا نعيش في منطقة مدارية ولدينا سقف متحرك، فليس من السهل أبداً زراعة العشب في هذا المناخ. يحتاج العشب لينمو إلى 5 عناصر أساسية، يحتاج إلى الضوء والماء والحرارة والهواء وبالطبع المغذيات، وهذه العناصر الخمسة ضرورية لكي يبقى العشب في حالة جيدة. ولكن تحت قبة كبيرة توفر الظل يحدث نقص في الضوء. حين تم افتتاح الملعب حدثت كارثة، ففي المنتصف كان هناك أكثر ما يضفي الجمال على الملعب. العشب جميل وعلى مستوى دولي، لكن لسوء الحظ لم تكن كمية الضوء الداخلة للملعب كافية، ولذلك جف العشب ومات. كان ذلك محرجاً للغاية، فقد هدد العشب الجاف تحقيق الجدوى الأساسية للملعب، ووصف المنتقدون ذلك بأنه خسارة ومضيعة هائلة للمال. وتم منع لاعبي كرة قدم مثل كارلوس تيفيز من اللعب على عشب دون المستوى. حين وصل الحال إلى أن يمنع المدربون نجومهم من اللعب في الملعب خوفاً من إصابات قد تلحق بهم بسبب الأرضية السيئة، كان لابد من حل. في الأيام الأولى استخدمنا أضواء الملعب لتعزيز تعرض العشب للضوء. كانت مشكلة العشب ملحة جداً، حتى حاولوا فعل كل شيء لحلها، وقاموا بإنفاق مبلغ خيالي لتحفيز نمو العشب باستخدام إضاءة صناعية تساعده على النمو. لكن الضوء ليس المشكلة، وما زال العشب يرفض وبعناد أن ينمو بشكل صحيح. بعد أن يأسوا من إيجاد حل، أقدموا على مجازفة باستخدام نوع جديد من العشب. نحن هنا في مشروع الحاضنة حيث أستنبت كل العشب. هنا أقوم بكل العمل، وهنا تبدأ الرحلة قبل أن يتم لف العشب متجهاً إلى الملعب الوطني استعداداً للفعاليات. في موقع بعيد عن الملعب
يقوم جوناثان وفريقه بتجربة زراعية باستخدام أنواع مختلفة من العشب. إلى حد ما تعتبر عائلتي أن هذا غريب وطريف أحياناً. ما أفعله هو أني أخرج باكراً في الصباح وأعود عند غروب الشمس، ويتساءلون عما أفعل، إلى أن أخذتهم إلى المنتزه وشرحت لهم عن مختلف أنواع العشب وكيف يتم الحفاظ عليه، وقد أعجب كثيراً بذلك. نقوم بإجراء اختبار جذب هنا، وهذه أداة جذب محمولة. بينما ندورها تظهر قراءة على الشاشة هنا، ونتوقف حين نسمع أن العشب يكاد يتقطع، وننظر إلى القراءة من هنا. قوة التحمل الجيدة تكون نحو 40، وهذا ما نحاول أن نحققه لتجهيز العشب للملعب الوطني. في النهاية اختاروا نوعاً هجيناً من العشب، قسم منه عشب حقيقي والقسم الآخر من الألياف الصناعية. هذا جزء من العشب من النظام المختلط، إنه عشب مدعم. كما نرى هناك بعض الألياف الصناعية المدمجة مع العشب. بالطبع العشب مهم جداً كذلك، وهذا مزيج من الاثنين، ولهذا السبب فهو هجين. الميزة الكبرى في الحاضنة هو أنه بالإمكان إنبات عشب احتياطياً هنا ونقله إلى الملعب في أي وقت يحتاجون إليه. يحوي العشب الهجين على 7% من الألياف الصناعية مدموجة مع عشب حقيقي لصنع أرضية مميزة للعب. ويتم إضافة طبقة من الرمل ذي النوعية الجيدة تساعد في السحب، وتحاك جذور العشب الحقيقي والألياف معاً حياكة خاصة لتندمج معاً، ويزود العشب بالماء عبر شبكة من الأنابيب تحت الأرض. نظام الري مؤتمة بالكامل. لدي نظام حاسوب في المكتب، أستطيع من خلاله القيام بعملي والتحكم به. يمكن ذلك عبر جهازي تحكم عن بعد، كذلك عبر تطبيق على هاتفي المحمول يمكنني من التحكم به أيضاً. في العام الماضي كان الوضع إيجابياً للغاية. كنا بالتأكيد نشعر بالرضا لرؤية الخطة تنجح وتسير كما هو مخطط لها، لكن بعدها لم يعد هناك أي شعور بالرضا، لأننا نتعامل هنا مع منتج طبيعي. تعرف أرضية الملعب القابلة للإزالة باسم لفات العشب، وفي ملعب سنغافورة إنها تضفي ميزة إضافية. لدينا برنامج مزدحم بالفعاليات، حيث لدينا الرياضة والنشاطات المجتمعية، ولهذا السبب تمت الاستعانة بحل لفات العشب، وقد كان هذا حلاً جيداً جداً بالنسبة لنا. يمكنهم تغيير العشب في 48 ساعة فقط، لكن مهما كانت الفعالية المقامة هناك أمر يجب أن ينظر إليه على الدوام، وهو كيفية تجنيب المتفرجين درجات الحرارة العالية في سنغافورة. تقع سنغافورة على بعد درجة واحدة فقط شمال خط الاستواء، مناخها الاستوائي صعب، وتصل درجة الرطوبة إلى أكثر من 70%، بينما تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية. ولتجنيب المتفرجين التعرض للحرارة العالية، على المهندسين في الملعب الوطني أن يوفروا تبريداً للهواء على نطاق واسع. تخيل أكبر غرفة في منزلك، نتحدث عن مساحة تفوقها بآلاف المرات، ومن الصعب تدفئة وتبريد تلك الغرفة. تخيل ذلك لهذا الملعب. لا يمكن تكييف الهواء من الأعلى وإرساله إلى الأسفل لأنه سيسخن مرة أخرى. أحد الأشياء الضرورية في أي نوع من التدفئة أو التبريد هو ألا تكيف المكان بل الأشخاص. عوضاً عن استخدام تكييف كمية الهواء الضخمة في الملعب، جاء المهندسون بفكرة نظام تكييف محدد لكل مقعد. بشكل مذهل يتم ضخ الهواء المبرد بشكل منفرد لكل شخص من الجمهور، وذلك من الأسفل. يتم دفع الهواء من أسفل المقعد، فتحصل على تأثير يشبه غطاء من الهواء البارد مخصصاً للمقعد، دون محاولة تبريد كل كمية الهواء الموجودة داخل الملعب. بإزالة المقاعد
نجد ما يشبه متاهة من الأنابيب المتشابكة. إنها قنوات ترسل الهواء المبرد إلى منافذ تقع أسفل كل مقعد. إذن وباستخدام مفهوم أن الهواء الساخن يصعد والهواء البارد يهبط، نستطيع الحفاظ على الهواء البارد في الملعب من خلال دفعه من المنافذ أسفل جميع المتفرجين. إن وضعت يدك هنا، يمكنك أن تشعر بالهواء البارد خارجاً من أسفل الكرسي. إنها فكرة عبقرية، لكن الهواء في الأنابيب يجب أن يبرد بطريقة ما. لدينا 160 وحدة لمعالجة الهواء في الخلف، وهي توفر الهواء البارد لكل مقعد في الملعب بشكل منفرد. يتم سحب الهواء الدافئ من الجو إلى تلك المبادلات الحرارية الضخمة حيث يبرد بالماء البارد. خلفي محطة التبريد والحجرة التي تنتج الماء البارد، وحالما يخرج الماء البارد من حجرة المحطة ينتقل عبر الأنابيب إلى مظلات هوائية مستقلة. يكمن التحدي هنا في كيفية إنتاج كميات كبيرة من الماء البارد عند الطلب. كان أحد الحلول التي توصلنا إليها هو استخدام كميات من كرات الجلايكول، وهي مقاومة للتجمد، ويتم تبريدها إلى حرارة منخفضة قبل المباراة، وهذا يعني أنها تخزن البرودة وتكون جاهزة للاستخدام في الحدث الكبير. يعمل الجلايكول عمل أكياس الثلج التي نضعها في المجمد ويبقى بارداً. في الليلة التي تسبق المباراة يقومون بتبريد الجلايكول، وهذا الماء سيقوم بتبريد الهواء الدافئ والرطب، ثم يتم توزيعه في الملعب، والذي بدوره يمكن أن يبرد الماء. حين يتم التبريد يتم ببساطة تدوير الماء عبر النظام. حين تم تصميم ملعب سنغافورة الوطني، كان أحد المطالب الأكثر إلحاحاً هو جعله ملعباً متعدد الاستعمالات، وبخلاف أي ملعب آخر في العالم يجب أن يكون جاهزاً لمباريات كرة القدم والركبي والكريكت وألعاب القوى، فضلاً عن حفلات الموسيقى. وكل حدث يحتاج إلى مساحة مختلفة، ولكن في جميعها ينبغي أن يجلس المتفرجون على مقربة من الحدث قدر الإمكان. الوسيلة الوحيدة للتأكد من أن الأشخاص قريبون بشكل كاف لمشاهدة الفعاليات التي تتطلب مساحات مختلفة، كان الحل هو جعل المقاعد نفسها متحركة. أول ما يحدث هو أن الصفوف الوسطى تسحب للأسفل، ومن ثم يمكن أن تتحرك الصفوف الأمامية من المقاعد إلى الخلف، ما يعطي مساحة أكبر وسط الملعب. هناك أكثر من 30,000 مقعد قابل للحركة. في مباريات ألعاب القوى يقومون بتخفيض الأرضية وإخفائها تحت المقاعد، وهناك نحو 5,000 مقعد يظهر في مباريات كرة القدم. تزن كل مجموعة مقاعد نحو 1,500 طن، لذا فإن هذا يعد إنجازاً رائعاً في الهندسة. وهناك أسفل منطقة الجلوس يوجد نظام رفع حديث تسمى آلة السيرابيد. إنها آلة مربوطة بالسلاسل تتحرك ببطء في خندق. بمساعدة هذه الآلة الموضوعة أسفل المقاعد تتحول الطاقة الاستيعابية للملعب من 50,000 إلى 55,000 متفرج. وفي كلا الحالتين حسن المصممون متعة المتفرج إلى الحد الأقصى من خلال تصميم النظام الصوتي بشكل علمي. في الملاعب العامة يسعى الناس إلى المتعة، لذا يرغبون بقدر كبير من الاستثارة لحواسهم. يتم ذلك دوماً من خلال خلق متعة لا تنسى للمتفرجين. في ملعب سنغافورة الوطني حققنا شيئاً مميزاً للغاية في الجو العام. جانب مهم من تلك المتعة يأتي من النظام الصوتي في الملعب. تريد أن يكون هناك صخب. إن كنت تشجع الفريق الأحمر فسترغب بسماع الجميع يشجعونه، وكلما كان الصوت أعلى كان ذلك أفضل. النظام الصوتي أمر هام للغاية، لأنك تتعامل مع أنواع مختلفة من الفعاليات، فأنت تتعامل مع حفلات موسيقية ومباريات كرة قدم، وتتعامل مع قدرات استيعابية مختلفة في المكان، لذا على التصميم أن يستوعب الأشخاص الموجودين ويعزز الصوت في هذا المحيط. هنا في سنغافورة قام مهندسو الصوت بابتكار علمي بحت عند اختيار مواد السقف، وتم رفض أي مادة تمتص الصوت
مثل الستائر الناعمة. تريد سماع صوت الحشود مكبراً ومضخماً، لذا فلدينا في ملعب سنغافورة الكثير والكثير من الأسطح التي تعكس الصوت بشكل كبير ليرتد في كل الزوايا لمحاولة جعل الصوت مرتفعاً ومكثفاً وحيوياً قدر المستطاع. من المهم للغاية أن يكون الجزء السفلي من السقف عاكساً، وهذا ما يعزز هذه المتعة التي تصنعها الحشود. اليوم يجري جين فينغ اختباراً لتحديد ما إذا كانت تلك المادة العاكسة والأسطح البلاستيكية ما تزال تعمل كما هو مطلوب في كل الملعب. سنقوم بإجراء اختبار صوتي خاص لنختبر توزع الترددات في كل موقع استقبال، إضافة إلى قياس مستوى تساوي درجة الصوت في أرجاء الملعب. الصوت الذي سوف نشغله هو ضجيج وردي، والذي هو صوت ثابت يغطي جميع الترددات، أي الطيفة الترددية بالكامل. الضجيج الوردي هو صوت يتوزع بشكل متساو بين الترددات المنخفضة والمرتفعة. إن ظهر على الشاشة استجابة مسطحة، فهذا يعني أن المساحة تعكس جميع الترددات بشكل متساو. أي هبوط يدل أن التردد قد تم امتصاصه؟ تبدو قراءة النتائج مسطحة تماماً، وهذا خبر جيد. حين يكون الملعب ممتلئاً إلى آخره، يكون عرضة للأخطاء، وهذا يعني أن إدارة الحشود يجب أن تكون أساساً لأي قرار متعلق بالتصميم. حين تنتهي المباراة يخرج الجميع، ويكون هناك 55,000 شخص يودون المغادرة معاً. يجب وضع نموذج لتتمكن من فهم كيف يمكن للناس المغادرة واستقلال وسائل النقل المختلفة في وقت معقول وبشكل مريح وآمن. هذا الأمر بالغ الأهمية. إن سارت الأمور بصورة خاطئة، فالثمن سيكون باهظاً جداً. في ملعب ممتلئ يكون هناك عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقت نفسه، ونعلم أنه واجهتنا في الماضي كوارث مريعة سواء في هيلسبورغ أو هيسل. في كلا الحادثتين المأساويتين كان هناك عدد من الأخطاء ولقي بعض الأشخاص حتفهم. إن شب حريق في ملعب يفتقر إلى مخارج كافية، فالنتيجة قد تكون مروعة أيضاً. رأينا ذلك في ملعب برادفورد، حيث وقعت مأساة مريعة حين لم يكن بالإمكان إخراج الناس. من النادر جداً حدوث حرائق في منشآت كهذه، لكن يظهر التاريخ في المملكة المتحدة أن ذلك ممكن، وإدراك كيف سيتصرف الأشخاص والتأكد من أنهم يعرفون كيفية التصرف والمغادرة بأمان خلال فترة قصيرة من الوقت أمر بالغ الأهمية أيضاً. قمنا بتصميم البناء ليتم الإخلاء بشكل نموذجي في حال الحريق أو أي حدث آخر يستدعي استجابة فورية، وبهذا التصميم يمكننا وبثمان دقائق إخلاء الناس من مقاعدهم إلى نقطة آمنة خارج الملعب. لإخلاء 55,000 شخص من الملعب بسرعة كافية، لا يمكن للمعماريين ارتكاب أي خطأ في التخطيط. فحالة طوارئ تهدد الحياة في ملعب مزدحم هي واحدة من أكبر المخاوف التي تواجه أي معماري. لذا يتحتم أن يكون تصميم الهيكل وكل شيء حوله قائماً وبشكل كبير على الحرص بعدم حدوث أي عواقب كارثية بسبب التصميم. استخدم مهندسو ملعب سنغافورة الحواسيب لتحليل سلوك الحشد، وقد ساعدهم ذلك على اختيار أمكنة المداخل والمخارج. من المدهش مشاهدة هذا، لأنك تشاهد أين يحتشد الناس وأين يتجمعون، وتشاهد مواضع نقاط الضغط. من المهم للغاية أن تعرف أين سيحدث ذلك، ثم تغير التصميم قبل أن تنفذه. يرتكز جزء من تصميم الملاعب حول التأكد أن كل مخرج يؤدي إلى خارج البناء يجب أن يكون عريضاً، وبذلك يمكن أن تكون الحركة متدفقة دون عوائق وبوتيرة أسرع إلى خارج البناء. وكثير من هذه الأمور جعلتنا نجري تعديلات على التصميم لزيادة العرض، حيث تمت زيادة عرض بعض المخارج من 10 أمتار إلى 12 متراً للسماح بتدفق الأشخاص بسلاسة.
تحدد مكانة كل ملعب وفقاً للأحداث المهمة التي تقام عليه. أحد أهم الأحداث التي جرت في ملعب سنغافورة الوطني كانت بطولة جنوب شرق آسيا عام 2015. كان حدثاً ناجحاً للغاية، وقد عرض بالفعل الاستخدامات الأفضل للملعب خلال هذا النوع من الفعاليات. في ذلك الوقت كان سكان سنغافورة يشعرون حقاً بأجواء رائعة هنا، حيث كان كل العالم يشاهد مدينتهم وكانوا فخورين جداً بذلك. لكن في يومنا هذا حتى فعالية على مستوى عالمي ليست كافية لتجذب الانتباه. تعد الملاعب مشاريع حضارية وتساعد في إعطاء هوية للمدن، ويجب أن تكون معلماً واضحاً في وسط المدينة. بالنسبة لي، أكثر ما هو ملفت في ملعب سنغافورة الوطني هو تلك الوسائد البلاستيكية الجميلة في قمتها التي تضيء وتعطي شخصية خاصة للمبنى. في قمة تلك القبة الجميلة توجد ميزة مهمة جداً، حيث يتم استخدام الأضواء لعرض الصور والفيديوهات التي يمكن أن تراها ليس فقط من داخل الملعب بل حتى من خارج المدينة. فكرة أن يكون لدينا سقف يعرض صوراً حية هي فكرة غير مألوفة، لكنها تزيد متعة المشجعين، وهذا ما نسعى إليه. نريد أن يرى المشجعون حال وصولهم سقفاً مضاءً، وبعد أن يدخلوا ستكون متعتهم أكبر. حين يتم تسجيل هدف وتعلن النتيجة وتسطع الأضواء من جانب إلى آخر وتنطلق موسيقى الروك، هذا يحفز الجماهير. هذا مهم في الملعب ليكون ناجحاً، ومن المهم نقل ذلك إلى المشاهدين وهم في منازلهم أيضاً. من أجل خلق هذا العرض الملفت حقاً، تم استخدام عشرات الآلاف من أضواء الليد على الجزء القابل للسحب من السقف. شاشة العرض هي أحد أكبر الشاشات في العالم، ولأنها مصنوعة بتقنية الليد، فإنها تستهلك القليل من الطاقة نسبياً، وهي القطعة الأخيرة في هذه التحفة التقنية، وتزيد من الشهرة التي يحظى بها الملعب. ليست أكبر قبة بلا دعائم في العالم وحسب، بل إنها تتصدى لمنتقديها وتصبح قصة نجاح وترفيه وقصة نجاح اقتصادي. الملاعب باهظة التكلفة، أحد الأسباب هو أنها من بين أكثر المباني ربحاً، فالملعب أداة لجني المال، وهذا ما كنا نراه في ناطحات السحاب. لكني أعتقد أن الملاعب قد حلت محل ناطحات السحاب لتصبح الأداة الأفضل لجني المال في القرن 21. بعكس التوقعات، تغلب ملعب سنغافورة الوطني على مشاكل البناء والتربة الطرية المستصلحة، وكان له سقف ليس له مثيل، وهندسة مميزة جعلت صفوف مقاعده قابلة للتشكيل حسب الفعاليات. من الناحية العاطفية، أعتقد أن ذلك حلم قد تحقق. إنه حلم كبير جداً، سوف يغير حياتنا جميعاً. إنه مكان رائع، نشعر كفريق بفخر بالغ أن نراه قد افتتح، وهو إنجاز متكامل في العمارة والتصميم والهندسة، والتي اجتمعت لتحقيق ما وصلنا إليه.